يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول عند إرادته الاستدلال بحديث نبوي على حكم شرعي يقول بحق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول كذا، فهل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ولا قال هذا أحد من أهل العلم. يقولون كذا بدليل، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الحكم كذا بدليل قول الرسول أو بدليل قول الله جل وعلا. نعم.